حيث مقاتل سلم الوظيفي، تبقى تعرف درجات وظيفيه يعني، اليوم درجه اولى ثانيه درجه خاصه. فهذا الحشد هسه اليوم كله يعتبر مقاتل عقد كل، سواء آمرين او مقاتلين. فكان من الاجدر انه يضاف ملحق قانون، واللي اليوم الهيئه في الحجز الشعبي بدها تعمل على هذا الملحق، اللي نتمنى انه الاخوان في هذه الدوره، واللي نتمنى بهذه السنه ايضا مو بهذه الدوره، انه هذا القانون يقرونه، هذا القانون انه يقر في البرلمان ويشرع من اجل حقوق المقاتلين كسلم رواتب كحقوق كقطع اراضي كسلم الى اخره، كما الامور هذه. هذا اللي نتمنى من هذه الحكومه ومن هذا البرلمان، انه ياخذون بنظر اعتبار هذا القانون، لان هذه المؤسسه قدمت، ما معقول تظل هيجي بدون قانون متكامل يحفظ حقوق المقاتلين. اليوم تاخير هذا القانون بيد من حجينا؟ تعرف انت احنا صار لنا سنتين داخل البرلمان وقبله، الوضع كان غير مستقر يعني، تحصل كثير من المشاكل، ما اريد اقول بالبلد وايضا الخلافات، لكنه اليوم البرلمان مهيئ وهيئه الحجز الشعبي جاي تنظم هذا القانون وجاي تعمل عليه. صحيح هناك تاخير، هسه التاخير ما نعرف هل هو من عندنا او من غيرنا، هسه ما ندري بالضبط، بس انه نعرف انه هيئه الحجز الشعبي وقياده هيئه الحجز الشعبي اكو لجنه خاصه وجاي تعمل على هذا القانون. القانون يعني في كثير من التعديلات، وقبل كم يوم ذكر رئيس الهيئه باقي انه بس يخرج هذا القانون من هيئه الحجز الشعبي يتجه باتجاه الحكومه وباتجاه البرلمان ويقر. كل اللي نتمنى انه احنا خلال هذه السنه انه يقر هذا القانون حتى ينظم حقوق المقاتلين. ما معقوله يعني مقاتل ضحى وقدم لهذا البلد كثير من التضحيات ما يقدر ياخذ صفه راتبه مكفي حقوقه يعني اسمه. معقوله يعني اللي قتل ابنائنا ياخذ حق وياخذ حقوق، واللي ضحى لهذا البلد يعني انا اليوم المقتول انا اكون الضحيه وانا اكون الظالم، والقاتل هو يكون الضحيه وهو يكون المظلوم، وما يصير هيك. فدائيين صدام والبعثيين القتله وغيرهم، هسه اللي ما قاتل ماكو مشكله، لكنه هذول ياخذون حقوق، واحنا ابناء هذا البلد اللي ضحينا لا تأمرنا على هذا البلد ولا خلنا هذا البلد ولا ميزنا بين طائفة وطائفة. جينا من أقصى البلاد من الجنوب إلى المحافظات الغربية من أجل الدافع عن هذا البلد، وأهالي المناطق عاملناهم كعوائلنا. وبالنتيجة نعم أسمع حاجة، بالنتيجة هذا اللي انطلب اليوم الناشط البرلمان والناشط الحكومة انه هو هيئه الحجز الشعبي الاسراع بقانون الحجز الشعبي، واضافه كثير من الامور. بالاضافه انت تشوف اليوم التصريحات الاعلاميه من بعض القيادات تصريحات مبطنه. شنو حصل العراق من هذه التصريحات؟ تقصد تصريحات مبطنه من قيادات؟ قيادات واضحه يعني اكو موجوده صميا قيادة شيعية لو تميني لا طبعا مرتبة الخميس الخندق بالاسم يعني. وانا اروح اجامل راح نسولف هاي نعم هاي